بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، تلاميذ وتلميذات الصف الثالث الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية بعنوان نشيد بحر العلوم. نسمع النشيد وبعدين نغني مع بعض. في الكمبيوتر الأمل وشائق فلا ملل، به سننجز العمل ونرتقي مع الدول، فيه بحار للعلوم والعلم في الدنيا يدوم، إن كنت في وقت معه تجد فنونا نافعة. ودلوقتي أصدقائي هننشد مع بعض نشيد بحر العلوم، يلا نغني مع بعض. في الكمبيوتر الأمل وشائق فلا ملل، به سننجز العمل ونرتقي مع الدول، فيه بحار للعلوم والعلم في الدنيا يدوم، إن كنت في وقت معه تجد فنونا نافعة. معاني المفردات: شائق معناها جذاب، ملل معناها ضيق، ننجز معناها نتم العمل، نرتقي نتقدم، يدوم يستمر، الأمل معناها الرجاء. ودلوقتي يا أصدقائي هنحل مع بعض درس نشيد بحر العلوم. السؤال الأول: في الكمبيوتر الأمل وشائق فلا ملل، به سننجز العمل ونرتقي مع الدول. أكمل ما يلي: جمع العمل شطار، الأعمال. طيب مضاد نرتقي، فكر مع بعض، مضاد نرتقي، نرتقي معناها ايه؟ معناها نتقدم، يبقى مضادها نتأخر. أحسنت. مفرد الدول الدولة، أحسنت. مرادف شائق، الكمبيوتر شائق، يعني ايه شائق؟ يعني جذاب شطار. ما فائدة الكمبيوتر؟ يا ترى الكمبيوتر فائدته ايه يا أصدقائي؟ نشوف كده من خلال الأبيات. فعلا وبه سننجز العمل ونرتقي مع الدول. يبقى الكمبيوتر هو الأمل في المستقبل، وهو شائق وجذاب بلا ملل، وبه سننجز الأعمال ونتقدم مع الدول الأخرى المتقدمة. السؤال الثاني يا أصدقائي: فيه بحار للعلوم والعلم في الدنيا يدوم، إن كنت في وقت معه تجد فنونا نافعة. تخير مما بين القوسين، هنختار الكلمة الصحيحة من اللي بين القوسين أمام كل سؤال. مرادف يدوم، معنى يدوم إيه؟ يا ترى معناها يغني ولا يستمر ولا يكون؟ فعلا معناها يستمر. طيب مفرد العلوم، علوم يبقى مفردها العلم. طب مضاد الدنيا، عكس الدنيا ايه يا ترى؟ فعلا الآخرة، لأن الحياة عكسها الموت. طب من الدول المتقدمة في الكمبيوتر، ايه الدولة المتقدمة في الكمبيوتر يا ولاد؟ فاكرين؟ فعلا دولة اليابان، مش اثيوبيا ولا تونس، لكن دولة اليابان. السؤال رقم باء: ضع عنوانا للابيات السابقة، عاوزين نحط عنوان مناسب لهذه الابيات الاربعة. نشوف الابيات دي بتتكلم عن ايه. فيه بحار للعلوم والعلم في الدنيا يدوم، ان كنت في وقت مع تجد فنونا نافعة. يبقى ايه العنوان المناسب هنا؟ فعلا العنوان المناسب هو الكمبيوتر، فوائده كثيرة وبه يستمر العلم، وممكن نقول فوائد الكمبيوتر. السؤال رقم جيم: بحار للعلوم، ما الجمال في التعبير السابق؟ الكلمة دي فيها حاجة جميلة؟ فعلا فيها حاجة جميلة. ايه الجمال اللي فيها؟ ان الكمبيوتر فيه علوم كثيرة نافعة. وقد شبه الشاعر كثرة العلوم بالبحر الواسع لاتساعها وكثرتها. السؤال الثالث: أكمل الكلمات المحذوفة من النشيد مستعينا بالكلمات التي بين القوسين، يعني كل كلمة من اللي بين القوسين اللي هي فنونا وبحار والدنيا ووقت، هنحط كل كلمة فين؟ في مكانها، مكان النقط. نفتكر مع بعض النشيد: فيه، شاطر أحسنت، بحار للعلوم والعلم فيه، رائع، في الدنيا يدوم، إن كنت في وقت ما تجد فنونا نافعة. السؤال الرابع يا أصدقائي: اكتب كالمثال. المثال بيقول: تنوين بالكسر،
بحار. طب وتنوين بالفتح؟ بحارا. وتنوين بالضم؟ بحار. هنجيب بقى تنوين بالكسر، تنوين بالضم، وتنوين بالفتح. علوم، نشوفها كده في الثلاث حالات، علوم، علوما، علوم. طب وعمل؟ هتبقى عمل، عملا، عمل. طب وامل؟ امل، املا، امل. طبعا احنا اعدنا الكلمه الاولى مره ثانيه عشان ناكد عليها. الى هنا اصدقائي نكون قد انتهينا من عرض درسنا اليوم، نتمنى ان نكون قد افدناكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.